السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدو هدرتنا وكلامنا بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه ألف صلاة وألف سلام. اليوم نهار فيديو، نهار جديد، فيديو جديد. شفتوا شحال ايامات تواضرت معاكم تلفت لي الهضره. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير بصحه جيده وان بون سونتي والمورال طوب دي طوب. اليوم بغيت نطلع لكم بهذا لا فيديو الخفيفه ظريفه. راني غيبت عليكم هاد الايامات، الله لا يغيبكم. دوك تشوفوا عليه، دوك نهضروا عليه. راني غبت هاد الايامات، كانت عندي ظروف ودائما نتقاسم معكم كما قال لك الواحد الحاجه المليحه وحاجه ثاني مشي مليحه ولكن متعبه وفيها التعب. كنت سمعوا ديجا في لافوا تاعي راني شويه عيانه. عندنا في الفيديو نتاع اليوم راكم تشوفوا بيمو قيوتنا اليوم بهذا الكرموز. نقول لكم شي ذات مكشأبا واحسن وافضل من الكونفيتير اللي تخدمي حاجه نقيه في الدار لوليداتك وقت الكرموس. الغون بروفيت على بالي غتقولوا لي بلي راه غالي، انا ماشيش هذاك كيما نقولوا حنا هذاك الجديد هذاك تاع الماكله. انا نخير هذيك الحبات اللي يكونوا صاي قريب يديعوا له ولا الكاليتي تاعهم شويه ولات عيانه، نديها بشي مواتي بري بخي تاعها كاع ناقص ناقص ناقص. الوغ بروفيتو خدموا لوليداتكم. كيلو تاع السكر تاع كرموس نديرو فيه رطل تاع السكر ونديرو فيه مغرف تاع المزهر، افودو النار كاع ناقصه. تقطعي تغسلي الكرموس نتاعك، تقطعيه اون دو ولا اون كات انت كيفاش تبغيه، وتخلطي داك مليح داك السكر مع الكرموس مع ديك المغرف تاع المزهر. ديريه على نار قليله 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 وتخليه ساعه ساعتين انت كيما نعاود نقولها لكم كيفاش تبغي. تبغي الحبه صحيحه صحيحه ولا تبغيها شويه طالقه روحها. المهم هذا بالنسبه للكرموس، بغيت نعطيكم هكا باش تبروفيتو. لي يبغوا كونفيتور تاع الكرموس ما كانش احسن منه مع، ولي يبغي زيت زيتون دير فوقه شويه تاع زيت زيتون طوب دي طوب. انا دوماج ماشي ماشي كابرين عليه ومشي موالفينه. انا فطونا ديجا راكو عرفتوا هنايا وين راني، راني في كوزينتي القديمه. الوغ شنو لكم، راني في حاله لاهيه كدا كيما قلت لهم. نقول لهم انا غير متعب التماره متعب التماره، ربي يعيننا ان شاء الله ويقوينا هذا ما نقولوا ويعطينا صحيحتنا. باسكو انا شويه نقي في الدار، بغيت نعاود وليت لها ولكن ما بغيت نعاود نبنتر لي شومب، نعاود كوزينه ثاني شويه نقيها نبنترها نعاود لها شويه ثاني. دوك تشوفوا الكوزينير تاعي كانت فريمون ضايعه، جبت كوزينير اخرى كانت عند الام تاعي عطاتها لي. الوغ قلت نديرها في باست هذه ان شاء الله نبارطاجي معكم في الايام الجايين ان شاء الله، وتشوفوا كيفاش راها اختكم مع التوجيهات باش نجي انستالي ديفينيتيفمون هنايا. المهم شريت هاد الخبيزه خدمتها لوليداتي فريمون فريمون بنينه مرقه مقرمشه. كاع الهضره اللي نقول لكم عليها قليله غادي تلقوها في قناتي الثانيه، ولكن ماشي اليوم غدوه ان شاء الله نحط لكم الوصفه بالتفصيل وجربوها. على بالي الا جربتوها غادي تعجبكم وغادي تفرحوا بها. هنايا اون غومارك بغيت نمدها، كاين بزاف شي شام خطره نلقى كومونتير خلي لي النيميرو تاعك التليفون تاعك راني مسحقياتك ولا اللي مسحقيتني مرحبا بها، وهي تخلي لي رقم الهاتف. كيما وحده قالت لي اختي حنبوك راني عاده كي حاله ما حال وبغيتك تدعميني ولا اي وحده تبغي مني اي حاجه تخلي لي نيميرو التليفون تاعها نعيط لها مرحبا بها. وإلا نقدر على هذيك الحاجه ونجم نديرها والله ما كيما نقولوا ما نتاخر على خواتاتي. شوفوا كيفاش تجي مرقبه داك الفرماج، جات حشوه اقتصاديه ولكن البنه تاعها والقرمشه تاعها تجي هبال. نتمنى ان شاء الله تضربوا طله وتشوفوها وتجربوها. هنا شي درت بعض المشتريات كوسميتي من دي جديده نضرب دوره مع الحاله شباب. هاد اليابات كتشوفوا الحال ما ماشي حامي بزاف ومغيم ثاني، انا نبغي هذا الجو باش نخرج فيه. الوغ غادي في شعال من شهر ما رحتش لدي جديده، كنت نضرب دوره ومنها ثاني نتمشوا شويه بالعمي ما نرجع نتمشوا غير الدار ولا خرجتي تخرجي راكبه وتنزلي تعاود تركبي تعاود. المهم ضربت دوره في دي جديده، اش كنت رايحه على خاطر واحد الشامبوان راه داير حاله دوك بعد نهضروا عليه. نهضر لكم على المشتريات نتاعي شي جديد، نعطي لكم لي بري نتاعهم ولاش مليح. ومن بعد هي في حاجه زوج تاع لي برودوي راهم دايرين حاله في الانستغرام، وثاني كاين بزاف انستغرامرز ولا فيسبوك ولا راهم يهضروا عليهم. نبداكم الحاجه الاولى بهذا التخادو، وديروا في بالكم بلي الاسعار ولات دوبل. اللي كانت حاجه دير 50000 راه دير 80000 راه دير 90000، اللي كانت مش عارفه انا كانت 30000 راه دير 60000. الاسعار تاع الكوزميتيك راه دوب ماشي يجيبو ثاني بزاف. الحاجه الاولى بغيت نبدا لكم بها هذا التخادو
هذا تاع الويل دارغون، فوالا هذا يندار لل كيما نقولوا حنا الشعر مصبوغ، كيما واحدة شعرها دارتها مصبوغ. المهم ولي ميش، سيرتو سيرتو لي ميش، انا شيته لي ميش. هذا مرا هذا في الغوج يلتخادو بزاف شباب، بلا ما نحكي لكم على يلتخادو بلي شباب. اللي تبغي تشري كاع لا غام تنجم تشري كاع لا غام، لا غام كاع اختي شريتها ماشي من هذا. بصح انا سقسيتها على لابخي شامبوا وعلى الماسك، هنايا قالت لي بلي الشيء اللي بعت تما قال لي بلي كمل. الوغ هي شاتها ولكن ما شاتهاش من جديد، شاتها بلاصه اخرى، شات كاع لا غام تقامت لها واحد 200000 ولا 220000 هكا. هنايا صح شينا هذا ديودورون نضاري نشريها منها. هذا 80، نزيد غير شويه ننسى لي بري ومن بعد تقولوا لي ما قلتيناش لي بري. هذا 82000، هذا لو غون فورما ماشي من الصغير، هذا هذا من القرعه الكبيره، شوفوا راها كبيره. هذا 82000. من بعد نروحو ديودورون، ديودورون ها على كل واحدة ندير ريكسون، دي فوا ندير دوف، دي فوا هاد الخطا شيت هاد لاماك. هادا 30000 ولا 32000 هاكا تاني. كاين هادا تاني راهم يهدرو عليه بزاف، شفتو اللي يتبعو الانستغرام لاخر راهم يهدرو عليه بزاف. هادا من بكري بتي مارسي راه مشهور. الوغ انا شيت هادا تاع لابيش جيل دوش تاع لابيش نورمالمون. المهم شيرات ريحته روعة روعة روعة، وتقعد لك في الكور نتاعك لمدة طويلة. هذا خلصته 55000، هذا 55000. قلت لكم كاع لي بري تاع الكوزميتيك راهم زايدين. دروك نروحو لأهم حاجة اللي عن تجربة جربوها خواتاتي، ألوغ نصحوني بها، قالوا لي بزاف شابة سيغتو اللي كانت لبناتنا ولا ليك ولا لختك ولا نصحيهم به، سيغتو سيغتو ولادنا غادي بناتنا غادي يدخلو يقرو سيام ليسي. ألوغ نبغو نديرو لهم حاجة اللي تخلي لهم شعرهم سيغتو اللي كنتي ما قلت لكم اللي شعرها شوية ناشف ولا ميزي ماشي مزيت، ولكن اللي شعرها مزيت وداك الرطب هذاك كيما نقولو حنا رطب حرير هذاك ما يجيهاش، باسكو هذا يطلق شوية تاع مش عارفه انا كي نقول لكم تاع الزيوت، يطلق شويه تاع الزيت. الو هذا دوك نو تشوفوا لا مارك معايا، تجربوا لكم شي تجربوهم خواتاتي صحوني بيه. هذا صنع جزائري نورمالمون، ها هو لا نيال ولا نايله ولا ما نعرف الاسم تاعها. المهم ديروا لها كابتور، انا درت لها اختي زفتها تالي في الماسنجر درت لها كابتور، من رحت وليت عليه نيال ولا هكا ولا نايل نايل. المهم ها هو لا بي بي ار شامبوان ولا بري شامبوان. هذا الشامبوان تاعه في الغوز وهذا لا بري شامبوان، هذا اللي جاي كار تاعه في البلون. كوني دايره نواضرين نقرا لكم باسكو انا قالوا لي بلي تاع الجزائر مخدوم هنايا، لو بري تاعه تري 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 ريزونابل، ريحته مفحفحه. اللي تبغي ريحه شعرها تقعد ريحتها شابه، الوغ هذا ريحته يقعد لكم مده طويله. بي بي ار شامبوان ها فوالا، بعد لكم هكا باش ديروا كابتور ديكرون. تبغى دير كابتور ديكرون، هذا كاين كل واحد كيفاش يبيعه، كاين اللي يبيع 25 كاين اللي يبيع 30، دورو باش تلقوا لي بري. هذا 25000 للوحده، في زوج ب 50000. الحجم تاعها ماشي كبير بزاف ولكن مليح. ها لا نعاود لكم باش غير باش تديروا كابتور باش ما تروح تشريه. ها فوالا توري غير لا فوتو يجبده لك ولا تشوفي وحدك ولا هذه هي. بزاف شيرات قلت لكم راه مجربينها وراه داير حاله ثاني، اللي مجرباتها تخلي لنا كومونتير وتقول شيرات رايها. هنا شيرات تكمل الفيديو نتاع اليوم، نتمنى ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. نقول لكم نتلاقوا ان شاء الله في فيديوهات الجايين، تهلاو في رواحكم في صحتكم، احبكم في الله والسلام عليكم.